يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن الكنية سنة؟ هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب تدل على ذلك، تدل على أن هذا الأمر ماضي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان على عناية بهذا الأمر، وكذلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود عقد فصلا طيبا نافعا في الكنية، وأورد فيه من الأحاديث ومن الآثار شيئا كثيرا. نعم.